مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدين الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال بجيم جديد من اكس اكس ال بطوله لبنان 2021-2022. اليوم الجيم هو عباره من المرحله التاسعه مؤجل لليوم. الجيم بين صاحب الارض بيروت والضيف شانفيل. خلينا نحكي دغري مع كوتش إلي نصر. كوتش إلي يعني الله يكون معك بأول جيم عم تنقله، عن جد ما حدا بحب يكون محلك بهالموقف. ست لعيبة جايين تلعبوا اليوم، نقص كتير كبير، ومن الست لعيبة يمكن في اثنين أو ثلاثة أساسية، الباقي صغار اللي ما بيلعبوا بالجيمات عادة. صح. خبرني عن أول تجربة، كيف عم تتمرن؟ ما عم بيكون في عدد بالتمرين، شو عم تعمل؟ كيف بدك تقطع هالمرحلة؟ الله يكون بعونك. شو بدي أقول لك؟ حبيبي وليد، أول شيء انبسطت شفتك، قلنا زمان. هيدي جزء من اللعبة، بس إنه كتير يعني كانت كبيرة، وقع على الشانفيل إنه أهم لعيبتك مضروبة وعلى كورونا. أول شيء أنا بدي وجه تحية، عم بيجي ورا كوتش كبير، كوتش مروان، بوجه له تحية. سوء الحظ برافق المدربين، أنت بتعرف خبرتنا كتير طويلة، رفقة عمر، وبنعرف قد ايش رفقنا، حظ منيح وأوقات قلة حظ، هاي بتصير مع كل مدرب وكل لعيب. اثنين، نادي الشانفيل نادي كتير كبير، رح نرجع نجلس، فريق كتير منيح. الشانفيل كان بهالعقود الأخيرة، آخر ثلاث عقود أو عقدين ونص، كان دائما منافس ودفش الباسكتبول اللبناني. ما رح يتراجع الشانفيل ورح يكون نادي بالطليعة وبالمنافسة إن شاء الله. هلأ الفريق مارق بظروف والركر تبعنا بس سيء شوي، بس قريبا بس ترجع اللعيبة ونعمل تمرينة، أنا بشوف إنه الفريق حيعمل مسيرة جيدة يرجع بالبطولة إن شاء الله يا رب. مثل ما عم تقول، فريق الشانفيل من عطول الفرق اللي بتنافس على البطولة كل سنة. ما عندكم سبع لعيبة؟ يعني مثل ما فهمت إنه هلأ القرار طلع من الاتحاد، إذا في سبع لعيبة، بين لعيبة وبين كوتشية وبين سبعة بوزيتيف كورونا، بيتأجل الجيم، شو وضعكم أنتو؟ ما في سبعة، في كم واحد؟ ستة، نحنا عنا ثلاث لعيبة مضروبين وثلاثة كمان كورونا. كان عنا مفروض اليوم رالف يرجع، بس كمان كان طلع بوزيتيف، بس رالف بتصور بكرة بيكون معنا بالتمرين إن شاء الله، وإن شاء الله خير. يعني بتصير رح نرجع نطلع بإذن الله، رح نرجع نطلع عبوعد كل جمهور الشانفيل، إنه قريبا بس يرجعوا الشباب، حيرجعوا يشوفوا فريق عم يلعب حلو، طابة حلوة، دفاع حلو. بدنا شوية وقت، أسبوعين ونص أكيد. إن شاء الله لنقدر نبلش نفرجي هذا الشيء، وإن شاء الله خير. بدي أشكرك وبساطة كثير رجعت. الله يكون معكم حبيب، وأعطي آخر تعليماتك إلي لفريقك، الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية. مشاهدي اس بي اي صوت بيروت انترناشونال، ولا واحد منا، ولا واحد، لا أنا ولا أنتو، ولا واحد من اللي عم يحضر، ولا واحد من اللي موجود هون بحب يكون محل إلي نصر. ست لعيبة موجودين اليوم، بيناتهم ثلاثة ناشئين وثلاثة من الأساسية، إذا فينا نقول جابرييل صليبي، باتريك بوعبود، وإبراهيم حداد، هن الثلاثة اللي بيلعبوا عادة بالجيمز. الثلاثة الباقيين صغار، ما دورهم ما كتير كبير بالفريق. كريم سلام رح يكون من الأساسية، بازي رح يكون من الأساسية اليوم. يعني ما معودين نشوف هالأسماء، بس ما حدا بيعرف، يعني خليهم يجربوا يقاتلوا، مع أنه أنا بشوفها شوي صعبة، بس أنه عم يلعب ضد فريق بيروت كامل، فريق بيروت كامل. حتى مازن كان معور، رجع مازن كمان على الجيم، واليوم راح نشوف مازن بتصور بالجيم. ففريق مش بس كامل، كمان رجع مازن من الإصابات، يعني وضعهم كتير منيح. الشانفيل بالمركز السادس بأربع ربح وأربع خسارات، السابع. بالمركز الخامس بيروت بستة ربح وخسارتين، يعني اليوم بيربح ال أهلا وسهلا ماتر، أهلا وسهلا أمين عام الاتحاد، موجود معنا في نشيد؟ لا
بقى بيروت اليوم ربحوا بحسن له مركزه كثير بالتيبل، بيتحسن وضعه كثير منيح. يعني مع انه جيم ما راح يكون، انا بنظري ما راح يكون كثير صعب لبيروت، بس بتصور راح يقدر، ما راح يشكل كثير صعوبه فريق شانفيل مثل ما بتصور. سو لنشوف كيف بدهم يتعاملوا مع هيدا شانفيل. يعني اكيد ما راح يقدر يحط بصمته، عم بحكي ككوتش إلي نصر، ما في لعيبه بالتمرين، ما في حدا. سو يلا خلينا نشوف هالجيم. كوتش إلي نصر هو كوتش شانفيل جديد اكيد، كوتش بيروت هو احمد فران، حكامنا الكيت اليوم عادل خويري، زياد طنوس وجورج سعد. الستارترز بالفريقين إلي شمعون، رودريغ عقل، جيرار هديديان، هايك جيوكوشيان وسيرجيو درويش، فول باور. بالنسبة للشانفيل باتريك بوعبود، ميغيل بازي، إبراهيم حداد، جابرييل صليبي وكريم سلام. مثل ما قلت لكم كريم سلام وبازي، ميغيل بازي، شابين صغار نشيد وطني. النشيد الوطني بالأزرق شانفيل، بالأبيض بيروت. بحب لكم أنه بيروت صار لهلأ حاطت 725 نقطة، وفات بسلته 555 نقطة، يعني معدله بالجيم الواحد 90.6 نقط، والسلات اللي بيفوتوا فيه، النقط اللي بيفوتوا فيه بكل جيم 69.3 نقط. بيروت مرتين طلع فوق ال 100 نقطة، كانوا قدام الأنترانيك وقدام أنيبال. الجامبول بتروح عند جابرييل، جابرييل بفوت على الباسكت، تاني مين لرودريغ، بسرعة على الفاست بريك لدرويش. شو هالتبليش يا درويش؟ ايوه على الفاست بريك طلع فعشة، فعشة الدرويش فعشة. ابراهيم كمان شوفوا، لا بده يوقفوا الفاست بريك، بده يوقفوا الفاست بريك، هذا اللي لسه بيعملوه. اوفنسيف ريباوند، عم بحكي عن الشانفيل، اذا مبلشين هيك بدهم ياكلون على الـ على الفاست بريك. اذا هيك بالترانزيشن ديفنس راح يكون اثنين فري ثروز لا جرار حديديان. أول فري ثرو. تاني فري ثرو برا. باتريك وعبود، ستيل من الشمعون، شمعون بيلعب للدرويش، درويش اكيد عم يلعب وزون اكيد، خليني اشوف. لا جيرار، جيرار تفلت منه، بتروح عند بازي، جيب بول اب، باسكت لجيب. اول سلة لشانفيل 3-2. لا عم نشوف مان من الفريقين، عم نشوف مان. انا برايي مخاطره بست لعيبه تلعب مان، اللي قلبه قوي، قلبه قوي، وكمان بدك تلعب زون ضد فريق هيك كله شويطه كمان صعبه.
كمان صعبة. ما بعرف شو بده يعمل، ما بعرف شو بده يعمل جرار. إلي نصر، ثلاثة درويش على البصر، ما بتفوت. الريباوند لابراهيم حداد. جابرييل بياخد وقته، جابرييل بيشوط على الثلاثة، على الثلاثة ما بتفوت. هيك ريباوند ده هيك. جرار، جرار ووكينج. كنت عم قلكم قد ايه معدلاتهم، قد ايه بفوت فيهم سلات، وقد ايه بحطوا سلات لشانفيل للبيروت. بالنسبه لشانفيل 628 نقطه حاطين بالجيمات، فات بسلتهم 517 نقطه، عندهم 78.5 نقط بالجيم بحطوا، وبفوت بسلتهم جابرييل بفوت بسلتهم 64.6 نقط. ما طلع فاول، ما طلع فوق ال 100 نقطة ولا مرة فريق شانفيل هالسنة، أكيد عم نحكي هالسنة ببطولة لبنان. اثنين فري ثروز لجابرييل. أول فري ثرو إن. تاني فري ثرو كمان ان جابرييل. تبرم الطابة عند رودريغ، رودريغ ثلاث نقط. رودريغ برد بسرعة، رودريغ بسرعة برد. رودريغ 7-4. بازي، بازي بفوت على السلة، بيلعب لبرا لابراهيم. ابراهيم بينطر سكرين، سكرين وبيفوت على السله. ابراهيم، ابراهيم بحط، ابراهيم بحط اول نقطتين لابراهيم بالجيم. 6-6. شمعون ثلاثه، شمعون ثلاثه ما بحط قويه. جابرييل ريباوند دغري للبو عبود، بو عبود بفوت وبحط. بو عبود، بو عبود أول نقطتين للبو عبود 8-6. عن جديد درويش كولاب، درويش أوف ذا دربل. حلوة درويش، حلوة درويش بعدل السكورز 8-8. طب مع مين؟ جابرييل، جايب كريم، بعيدة بعيدة ميد رينج. اوفنسيف ريباوند وفاول. اثنين فري ثروز لباتريك بو عبود. اذا فينا نقول تبريشي، تبليشي عظيمة. تبليشي عظيمة، 2-2، 10-8، تبليشي عظيمة لشانفيل. رباي على الملعب، تبرم، عم تبرم، شو حلوة هاللعبة، ما بتفوت، بس تبرم. هيدي إبراهيم لازم بعد ما يشوط ما يطلع برات الملعب، شوفوا كيف عم تبرم صح، بتوصل عند رودريغ ما بيحط. بس عم تبرم حلوة طابتهم لبيروت، عم يلعبوا خططهم، عم يركضوا، اللي ما معه الطابة عم يتحرك كتير منيح. وعبود ما بيحط فايد اواي. رودريغ، شمعون، هاي درويش، درويش باسكت ان مع فاول. حلوة كتير هالسلة يا درويش، بعدل سكورز 10-10. اثنين فري ثروز، فري ثرو واحدة للدرويش.
معدله 18.3 نقط اند 1 معدله 18.3 نقط 6.3 ريباوندز 4 اسيست. موسم كتير حلو للدرويش. 11-10 وعبود بيلعب تيرن اوفر، بيلعب لا ابراهيم حداد تيرن اوفر انفورست تيرن اوفر. هذا التيرن اوفر الثاني على شانفيل. رودريغ تبرم الطابه تيرن اوفر الثالث على بيروت. يعني اليوم كان معقول نشوف خيان عم يلعبوا مع بعض ضد بعض، رودريغ ورالف اكيد، رالف مع شانفيل رودريغ مع بيروت، مثل ما امبارح شفنا العاصي الاخوان جون مع دينامو وكارل مع لانفرانيك. حلوه كثير الريفرس لاي اب باتريك 12-11 وعبود نقطه السادسه. حلو الباس نو باسكت، حلو الباس لهيك. اوت اوف باونس بتروح رباي. رباي هيدا اللعيب الذكي وقت يكون في بريشر ما عم يقدروا الجارديه السنتر بده يطلع يشيل الريليس تيرن اوفر. تيرن اوفر الرابع على بيروت. بيروت بعد ما فاتوا بشوي الجيم لهلا. كمان تيرن اوفر، كمان انفورست. عم بيصير تيرن اوفرز ما الهم طعمه، لكن اربع تيرن اوفرز على بيروت، ثلاثه تيرن اوفرز على شانفيل. هايك تلعب لهايك عن جديد. درويش عم تبرم خمسة على الشوت كلوك. رباي شو برمت حلوة هالطابة، شو برمت حلو ما بحطها هايك. إبراهيم حداد، إبراهيم بيلعب لبازي، بازي ستيب باك حلوة يا بازي دعانا، حلوة ستيب باك يا بازي. سيرجيو درويش تبرم شمعون رباي على الثلاثة، رباي ما بحط عند بازي. ركود يا بازي ركود. بيلعب لبو عبود، بو عبود كمان ما بحط. درويش كتير سريع اللعبة عم بتصير من الميلتين، كتير سريع اللعبة. رباي بيجيب الاوفنسيف ريباوند من كريم. كريم لازم يدفشوا أكتر، لازم يستعمل جسمه أكتر قوته أكتر. جابرييل كلها خبرة هاي. جيب 13-12 بيروت. باتريك بازي، بازي ثلاث نقط للبازي، نقطتين لشانفيل. عقل باونس باس لرباي، رباي رباي بايده اليمين يا باي، رباي بايده اليمين. حلوه هالموف يا رباي. انا بشوف الرباي عنده مستقبل كبير اذا بيقبض الباسكت جد وبيتمرن على طول، بصير واحد من احسن السنتريه. حلوه كثير يا ابراهيم. ابراهيم برد، ابراهيم حداد اربع نقط 17-15 لشانفيل. رودريغ شمعون رباي، رباي موف حلوه، رباي موف حلوه. سادس نقطه للرباي 17-17. ابراهيم حداد على السريع بفوت بياخذ باسكت. وينه نايمين دفاع البيروت؟ وين دفاع بيروت نايم؟ كيف هيك بياخذ سله هيك بفوت لوحده؟
تشينج مشيئة بفوت محل كريم. مشيئة بصف بنتي بالاي سي اخر سنة بالمدرسة ما بيحط الفري ثرو. مشيئة بجيب الاوفنسيف ريباوند من اول ما يفوت. المشيئة بيعمل شغل حلو بجيب اوفنسيف ريباوند. جيب باتريك كيتي. هلا جيب شو لازم يعمل؟ جيب لازم يعمل اتمتس اكتر، لازم يفوت على الباسكت اكتر، يشوت اكتر. هايك هايك بحط اول نقطتين بالجيم وبعدل بعدل سكورز. هايك اول نقطتين له بالجيم. 19-19 40 ثانية ليخلص هالكوارتر الاول. كمان ما بحطها هاي. تاني وحدة يا باتريك، تاني وحدة يا باتريك. عقل لتاني ميل تبرو من عند الشمعون. شمعون ثلاثة، هيدا ملعبك يا شمعون، بدك تحطهم. هدي وخد اخر اتم. فرق ثلاث ثواني بين الاتم اللي بتعملها والطابة وقتها تضل تصير مع بيروت. بدك تاخد وقتك يا ابراهيم، فيك تاخد وقتك مع باس، ما ضروري دربل وهيك. دبل تيم عم بيصير عليه، شفت؟ ما ضروري دربل. كمان تون اوفر هالميلة. ثلاثة اثنين واحد، شوت يا بازي. تخلص، بيخلص الكوارتر الاول 19-19. انا برايي مفاجاه كبيره 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 من شانفيل قدام بيروت. قدام بيروت اكيد. هلا في احمد فران كوتش بيروت في بهدله بتصور قويه رح تكون للاعبين بيروت، وفي تشجيع وحماس من إلي نصر لفريق الشانفيل. ما بعرف شو بيقدر يعمل خطط، ما بيعرف شو بيقدر يلحق، محله يلحق يعطيهم خطط، خاصة يعني إذا بده يلعب بده يعمل خطة. بدك بالتمرين عم بحكي، بدك خمسة على خمسة يعملوا دفاع على الخطة لتشوف كيف عم تزبط، كيف عم تمشي، شو الوضع. ما عنده، عنده ست لعيبة بالتمرين يعني ما في يعمل خطة. ايه منا هينة يعني لكوتش إلي، بس الواضح انه في معنويات وفي ارشادات وتيبس. اكتر شيء في يعطي تيبس، انا برأيي عم يعطي هالتيبس ولهلأ مفعولهم ماشي. 19-19 هداف الجيم سيرجيو درويش بسبعة، الريباونز رودريك عقل ابراهيم حداد كل واحد منهم ثلاثة، الاسيست باتريك بو عبود ورودريك عقل وسيرجيو درويش كل واحد منهم اثنين. الكوارتر الثاني بدي اقولكم هايك على الملعب هو الوحيد ببطولة لبنان اللي عامل تريبل دبل، الوحيد اللي عامل بطولة لبنان هايك تريبل دبل، وهو أكتر لاعب عامل دبل دبلز هو وعلي مزهر. خمسة دبل دبل كل واحد منهم، لكن هايك عامل خمسة دبل دبل، واحدة تريبل دبل، وعلي مزهر عنده خمسة دبل دبل. بعدين عندك دانيال بغداديان، كريستوف خليل وخليل عون، كل واحد عامل أربعة دبل دبلز. رودريك هلا عم نشوف زون، هلا عم نشوف زون، هي أأمن الزون لما تعمل فاولات وهيك نديم، بس على فريق كله شويطة فيك إنه خطرة تلعب زون، بس مجبور. إبراهيم بيلعب لباتريك، باتريك للمشيئة، مشيئة تحت السلة بياخد الفاول. حطها مشيئة، حطها. كلنا بننبسط وقت نشوف لاعبين 17 سنة 16 و18 عم يلعبوا، أكيد بنحمسهم. وإذا كان بصف بنتي بدي حمسه زيادة. و
واحدة من اثنين مشيها، أول نقطة له. 20-19 بيروت. شفتوا هلا يمكن لعب زون لأنه مين برات الملعب؟ الشمعون. خاطر بالزون نديم. هاي بيلعب لرباي. هاي تبرم عن درويش كاتي ما بتفوت. اوفنسيف ريباوند رباي. عجيد هاي ثلاثة، هاي ثلاث نقط، هاي ثلاث نقط. هايك هو هداف فريقه، هداف فريق بيروت. هايك هلا نقطه الخامسة. هاي الطابة بتروح عند هايك. درويش لعبها لهايك، رجع لعبها لهايك يا درويش سيرجيو. هايك بيجيب الاوفنسيف ريباوند وبحط نقطه السابعة. عم لكم هايك هو هداف فريقه ب 18.6 نقط بالجيم، ورا سيرجيو درويش 18.3 نقط بالجيم، وراهن الشمعون 14.5 نقط بالجيم. هلا عم نشوف بال شانفيل عم بيصير غلط انه كل الاتامس عم يعملهم تقريبا هو باتريك بوعبود. بتصور ابراهيم حداد جابرييل صليبي لازم بيقولوا تو ستيب اب كمان، هن بيكونوا مور انفولفد وياخذوا مور ديسيجنز، وهيدي وحده منهم لجابرييل ما بحطها، بس لازم يضل ياخذهم. رباي هاي عزيد لهاي، هاي بسرعه هايك بيطلع لتسع نقط بسرعه. ستة وعشرين عشرين بأول دقيقتين وعشرين ثانية قدروا ياخدوا ست نقط فرق. تون اوفر، قدروا ياخدوا ست نقط فرق. عم بحكي عن بيروت. طابة مع بيروت، عم يجربوا يعملوا فول كورت بريس، لكن هايك 18.6 نقط، سيرجيو 18.3 نقط، هن ببطولة لبنان الرابع هايك والخامس هداف، رابع وخامس هداف، هايك الرابع وسيرجيو الخامس. سيرجيو حلوة الكروس اوفر، هيدي اسمها كل بريكر، ما خلصها بس. شو بيصير؟ فاول على مين؟ فاول على نديم. هلا كل ما حدا من الشانفيل يعمل فاول ايدنا على قلبنا. قولوا لي ليه؟ ما سمعت ليه؟ طيب رح لكم بلا ما تقولوا لي ليه. لأنه ست لعيبة بس. إذا بيطلع واحد خمسة فاول بيصيروا خمسة بس. وإذا بيطلع واحد تاني خمسة فاول شو بيصيروا؟ أربعة. بازي بوعبود ثلاثة، بوعبود بحط ثلاث نقط. 26-23 بوعبود تسع نقط. هو وهيك أكثر لعيبة حاطين بالجيم اليوم تسع نقط. رودريك بيلعب لهايك. هايك لا هيدا مش هايك، هيدا الحديديان. فاول على مين؟ فاول على باتريك بوعبود. باتريك عم بيقول انها نظيفة، باتريك عم بيقول انها نظيفة. خلينا نشوف على الريبلاي. نظيفة على باتريك. أول فري ثرو، أول فري ثرو برا للحديديان. تاني فري ثرو ان، واحدة من اثنين حديديان نقطتين. 27-23 جابرييل بياخد سكرين،
عن جديد لباتريك وعبود. باتريك بفوت على الباسكت قوية، عم يتراها قوية لعبود وعبود، عم يتراها قوية. رودريك هايك شوتها يا هايك، عم تبرم على حديديان على البوست، حديديان على البوست لهايك، هايك بالزاوية، هايك بيلعب لبرا، تبرم على الاخر، رودريك عقل بحط ثلاث نقط باخر ثانية من الشوت كلوك، ثلاث نقط لرودريك عقل. شوفوا قد ايه عم تبرم، قد ايه عم بيكونوا بيشنت، قد ايه عم ياخذوا وقتهم، عم بيكونوا فاضيين، بيعطوا اللعيب اللي افضل منهم. هلا كريم ابراهيم بحط الباسكت، ابراهيم بيقولوا اوفنسيف فاول، تايم اوت شانفيل. خليني قلكم البو عبود كم اتمت عامل، البو عبود عامل 10 اتمت من 21 اتمت، يعني الفريق كله اخذ 21 اتمت، بو عبود اخذ 10. هو عم بيكون الجو تو مان، كنت عم بقول صليبي اخذ 4 اتمت، ابراهيم حداد اخذ 3 اتمت، هيدول لازم يكونوا اكثر، الصليبي لازم يكون اكثر من 4 اتمت، وابراهيم حداد لازم يكون اكثر من 3 اتمت، لازم يساعدوه لباتريك بو عبود، اكيد لازم يساعدوه لباتريك بو عبود. تايم اوت اكيد. بيروت 2 من 12 على الثلاث نقط، شوفوا 12 اتمت، 3 من 13 23% عم بحكي عن بيروت، 3 من 13 شانفيل 2 من 5 على الثلاث نقط، منيحه برسنتج منيحه. بيروت شانفيل عم يستعملوا اكثر النقطتين، 6 من 16 على النقطتين، 9 من 12 النقطتين لبيروت، 75% عن النقطتين لبيروت، لازم يستعملوا اكثر النقطتين، انا هيك بشوف، يعني 12 اتم من النقطتين حاطين 9 منهم 75%، 13 اتم على 3 نقط حاطين 3 منهم. درويش بيلعب لهايك، هايك ثلاثة، يا هايك يا هايك 12 نقطة لهايك، تاني 13 لهايك. بو عبود بازي ما لازم يوقف تربل بالصماع، لازم يكل وضلوا عم بي لو في عليه بريشر. ابراهيم بياخذ الفاول، 2 فري ثروز لابراهيم. اثناعش فاصلة نقطة لابراهيم عدلوا بالجيم، واربعة فاصلة خمسة ريباوندز، واحد فاصلة ثمانية اسيست عن الفري ثرو، عنده افريج 77%. اثنين من اثنين لابراهيم، ثمان نقط لابراهيم، فريق 8 33 25. درويش هايك، هايك كمان 3 كمان 3 ما بحطها الهايك. وعبود بيلعب لابراهيم، ابراهيم بسرعه بفوت على الباسكت، بياخذ الفاول وبحط الباسكت، ابراهيم عم بيولع. ابراهيم هيدا اللي كنت عم بقوله، لازم يساعدوا ابراهيم وجابرييل، لازم يساعدوا لباتريك بو عبود، وهيدا اللي صار، اخذ 2 اتمت، اخذ مين؟ ابراهيم حداد ما بيحط الفري ثرو، ابراهيم 9 نقط للحداد، الفرق 6
رودريك هاي هاي بفوت. لا هيدا كتير صعب، عجقة كتير بقلب الزون ورا ظهره، كتير صعب هالباس يا هاي. جابرييل روح عن باتريك، باتريك حلوة فوت على الباسكت وبحطها قدام باتريك، عم بيطالب بفاول. تايم اوت بيروت. باتريك 11 نقطة، هايك هدي في الجيم ب 12. الريباوندز اليوم 17-12 لبيروت، الاسيست 8-5 لبيروت، ستيلز 2-2 ل ما لحدا قد بعض، بلوكس 1-1-1-0 لبيروت، تيرن اوفر 6-6 من الفري ثرو، 3-5 لبيروت، 7-10 ل شانفيل. شوفوا شانفيل واقفين 10 مرات، بيروت واقفين 5 مرات. انا اذا كنت ببيروت بفريق بيروت اكيد اكيد قد ما فيي بفوت على الباسكت قد ما فيي، يعني 5 لعيبه بجرب حطهم بالفاول ترابل قد ما فيي، بلعب عليهم يعني مع السنتر، بلعب على النقطتين، بجرب بدي غير جيمي. اذا جيمي كان بيعتمد على شوت اذا من 3 نقط ولا ميد رينج ولا اللي هو، هلا بده يكون الجيم بلان انه فوت على الباسكت وجرب العب من تحت الباسكت وجرب قد ما فيي اخذ فاولز. واول ما يلعبوا شانفيل زون، اول ما يكون عم يلعبوا زون دغري، مين مفوت من برا؟ الشمعون. ايه فوت الشمعون وبفوت اربع جارديه حتى، في عندك الشمعون، رودريغ، درويش، هاي يلعبوا، واكيد سنتر يلي هو حديديان او رباي، وبلعب كمان عم يلعبوا زون، بدي اخذ الشوطه مرتاحه كمان اذا ما قدرت فوت على الباسكت. هلا شمعون منو على الملعب، في في يلعب زون يعني، عم بحكي هلا في نديم شويت اكيد، في هايك شويت، بس بدك تاخذ الريسك. هلا عم يلعبوا مان درويش، رودريك، نديم، زون 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 عم يلعبوا، رودريك بفوت على الباسكت، جابرييل فاول، فاول الثاني على جابرييل، لكن باتريك وعبود وجابرييل صليبي كل واحد منهم اثنين فاولز. درويش، نديم، نديم بحط نقطتين، تاني ميل ابراهيم، اول نقطتين لسعيد، كانه سمعني. جابرييل صليبي قدي نطيت، قدي نطيت، قدي نطيت. تاني ميل، تاني ميل بردها، برد جيرار. بو عبود بجرب على الباسكت، صعبة بو عبود صعبة، حشرتها كتير. درويش، نديم، بعده الفرق ستة، درويش لحاله على الثلاثة ما بيحط، باتريك بجيب الريباوند، بيلعب باونس باس لكريم، أقل من دقيقتين والله ماشيين باونس. شانفيل نضحك على بعض، عم يعملوا شغل،
للبو عبود. بو عبود لا فايدة واي صعبة بتسك ركبته بجيب الريباوند بجيب ستيل جابرييل. ما في ريباوند يا ابراهيم ما في ريباوند. دور بركي حدا بجيب اوفنسيف ريباوند. نديم بيلعبها لجيرار. جيرار بقوة بيطلع بياخد الفاول. جيرار بياخد الفاول بقوة. شمعون بيرجع يفوت على الجيم. جيرار اول فري ثرو ان. جيرار تاني فري ثرو. 2 من 2 جيرار. جيرار معدله 81% من الفري ثرو. هلا بحط 2 ورا بعض بيطلع الفرق ل 8 39 31. إلي نصر بيطلب تايم اوت لشانفيل. هداف الجيم بعده هايك ب 12 نقطة. أكثر لاعب عامل ريباوندز 5 باتريك بو عبود. أكثر لعيب عامل أسيست 4 رودريج عقل. لكن فران احمد فران تعليماته اكيد هلا باخر دقيقتين و14 ثانيه اكيد احمد فران منه مبسوط. اكيد منه مبسوط. قلت لكم هايك 18.6 رابع هداف بطولة لبنان بالجيم. سيرجيو درويش 18.3 خامس هداف بطولة لبنان. إذا بنحسب نقطهم 149 نقطة حاطت لهلا هايك و 140 نقطة لا سيرجيو درويش 128 نقطة. ستيل بتروح عند حلوة. لا بجرب يستعمل جسمه نديم ما بحط اللياب. لكن 128 نقطة سيرجيو درويش كلهم وهايك 149 نقطة. ابراهيم لبرا. بازي بشوت. ايه يا بازي ايه يا بازي انت كمان فيك تشوت. انا شايف اكيد بدك تكون انفولف. بجرب يرد هايك ما بحط. لكن الجو تو مان لازم يكون بازي بهالوقت. روح عند بازي شوت 3. صعبة من صعبة من حداد. بدك ترجع لورا بسرعة. شمعون بيلعب باوس باس. هايك بيحط. هايك بيسكرني شوي ببيو. ذكي على الملعب. شوطة حلوة رايق مهذب. أربعتاش لهايك. وعبود بفوت على الباسكت قدام رباي بحط البو عبود. 13 نقطة لبو عبود. الفرق 5 أقل من دقيقة 50 ثانية لا يخلص الهاف الأول. نديم رباي بفوت على الباسكت رباي وبحط رباي. 8 نقطة للرباي. الفرق 7. بدهم ياخذوا وقتهم بتصور. وعبود فايد اواي برمي شوطه. هلا اخر اتم راح تكون لبيروت. رودريك 3
ثلاثة رودريك بحط ثالث ثلاث نقط رودريك عقل. تسع نقط لرودريك. ثلاثة ثلاث نقط بيخلص الكوارتر الثاني الهاف الأول 46-36 فرق 10 نقط. ما في يقول عن الكوارتر عن الكوارتر الثاني بيخلص 36-46 الهاف الأول، ما في يقول عن الهاف الأول إلا يعطيكم العافية لفريق شانفيل. عن جد ست لعيبة ناقصين كتير لعيبة عن جد عم بيقاتلوا ويحاربوا ضد فريق بيروت اللي فريق عنده كتير أمل ببطولة لبنان، يعني مرشح ليفوت على بطولة لبنان. خلينا نحكي شوي مع إلي رستم. إلي يعطيك العافية. إلي عم نشوف جيم أنا برأيي بعقد لشباب شانفيل. نزلوا تسع نقط بس كانوا خمس نقط قبل آخر دقيقة. معلش بتصير، ما بنعرف شو بيصير بالهاف الثاني. عم يلعبوا كتير منيح، عم يلعبوا كلهم سوا، شايفين يعني الجو تو مان عم بيكون باتريك عم بيروح لعنده أكتر شيء، إبراهيم وصليبة عم بيساعده وقتا يقدر يشوت عم بيشوت بازي، يعني عم يلعبوا عم يعطوا قد ما فيهم. فيهم كملوا هيك الهاف الثاني يضلهم بهالوتيرة. وخبرني طمني امتين بدو يرجعوا اللعيبة، امتين بدنا نشوف لعيبة أكتر. أنا من جهتي أنا بلشت أتمرن، كتر خلق متى بكون راديو هيك ما بأنه بالبروسس يعني إن شاء الله خير. الشباب بقوا بدك تنطر قصة الـ PCR يعني PCR وإيمتى بيرجع بيصيروا نجم يعني أني تايم معقول يكونوا هلا. في عالم عم تاخذهم خمس أيام ست أيام وفي عالم عم تاخذهم جمعتين، ما بقى يعني هول شيء مش بإيدنا. مزبوط. الشباب عن جد يعطيهم ألف عافية والله. يعني إحنا أكثر مثل بقولوا دائما الفريق اللي بتكون أنت فيه بتكون عم بتفوت والكوتش بيكون عم بيقول لنا فوت نقاتل. بعتقد شيء كثير منيح عم تحكي من أصل ست لعيبه في ثلاث لعيبه عمره 16-17 مزبوط يعني هذا اللي قلناه. بازي برافو عليه حاطط 2 من 2 اذا مش غلطان. مزبوط. في حتى شباب عم بيقاتلوا عم بيقاتلوا يعني عم بيجربوا يعني عم اكيد قد ما فينا. هو اكيد البريشر على بيروت وان شاء الله عم يلعبوا ولا بلا بريشر يعني عم يلعبوا بلا بريشر. خليهم نشوفوا كيف بيقطع الجيم ان شاء الله حتى بعد بيكون الفرق اقل يعني وبركي ما حدا بيعرف يمكن يكون في مفاجأة ما حدا بيعرف. ان شاء الله اكيد ما حدا إن شاء الله. ما حدا بيعرف اكيد يعني فريق بيروت فريق كبير فريق جاي فريق بده ينافس على البطولة اكيد. بدك تشوف هلا بثالث هاف خصوصا اول خمسة الاكسبيرينس شو بدها تفرق وكذا باول خمسة دقائق صح. هون كمان احنا كمان ست لاعب مفروض روتيشن مزبوط. بس برافو عليهم يعني ومثل ما هلا الجيم مثل ما بقولوا وي ار براود لو شو ما كانت 100% صراحة يعني انا وانا كمان ام فيري براود بفريق شانفيل. هلا اليوم ما فيك تقول فرق كثير خلي يلعبوا الصغار من الاول الاول الكبار هلا برافو عليك. انا وكمان ام فيري براود بالشباب كلهم وناطرينكم على احر من جمر مثل ما بيقولوا. يلا ان شاء الله ان شاء الله ما تتاخروا سلامتكم كلكم. مشاهدينا خلينا نرتاح نحن حوالي 10 11 دقيقه مشاهدي الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال اكيد يلي عم تحضرونا اكيد وعم بيكونوا كل جيم اكثر من جيم عم بتكونوا عم تنبسطوا بجيمات بطوله لبنان لانه الجيمات عم بيكونوا حلوين وعم يتحلوا من جيم لجيم. البطوله عم تتحلى وانا عم بحكي كثير ومقلع وما عم بسكت مه وشو بعد فيه. خلينا نرتاح لعشر دقائق وبنرجع للهاف الثاني. خلينا نشوف بيروت كيف بده يجاوب على الهاف الاول. انا بتصور بيروت عنده جواب قاسي رح يكون بالهاف الثاني. خلينا نشوف.
مساء الخير من جديد مشاهدين الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال. نحن وياكم اليوم بالشياح عم نحضر جيم بين بيروت صاحب الارض والشانفيل الضيف، وربحان بيروت فرق 10 نقط 46-36. كنا عم نشوف قدامنا ستاتس كلها تبع الجيم، هلا بحكيكم عنها اكثر خلال الجيم. هلا بلش الهاف الثاني، 10 نقط لبيروت، مع انه الشانفيل بلوك شوت من رباي، مع انه الشانفيل عم يلعب بست لعيبه بس، ثلاثه من الاساسيات وثلاثه 17 سنه صغار. ف عم يلعب هاف اول كثير منيح. عم نحكي عن رباي، رباي بده يكبس، فاول على ابراهيم، فاول مظبوط، اثنين فري ثروز لنعيم رباي. نعيم رباي اول فري ثرو ان. نعيم رباي معدله على الفري ثرو 67% بالموسم السنة. هلا 2 من 2 طلع الفرق ل 12. هداف الجيم ب 14 نقطة هايك. عم نشوف دبل تيم، عم نشوف بريس هاف كورت. تبرم الطابة صح كابريال. جابرييل يلعب لبازي، بازي عجيد لجابرييل، جابرييل كروس اوفر وميد رينج قصيره، بيخلص الوقت. بينكم كانت هداف الجيم هايك ب 14 نقطة. أكثر لعيب عمل ريباوند 6 باتريك بو عبود، أكثر لعيب عمل اسيست 5 رودريج عقل. درويش لرودريك، رودريك بيلعب عن جيب لهايك، رباي بفوت على الباسكت لهايك، هايك درويش، درويش بيلعب لرباي، رباي من تحت السلة بحط نقطتين. 14 فرق 50-36. شوفوا هاف كورت بريس وكسر مين كريم بوقفته، ستيل من انا شايف دنك دنك من الدرويش، دنك على الفاست بريك. تايم اوت شانفيل، ضروري كان هالتايم اوت بوقته. لا الي نصر اثنين وخمسين ستة وثلاثين، دغري بيطلع الفرق لا 16. وهي الدنك من درويش، رباي 12 نقطة صار، 14 هايك، 13 باتريك وعبود، 10 إبراهيم حديد، الدرويش 9 نقط 4 ريباوند 5 اسيست. توقعنا انه بالهاف الثاني في حديث ثاني لبيروت، وبتصور رح يكمل هيك الهاف تايم الثاني، رح يطلع الفرق اكثر من هيك بكثير، انا هيك شايف لبيروت. حتى بيروت مرتاح في يلعب زون اكثر من دفاع زون، في يجرب اكثر من دفاع زون، كله بيزبط اليوم ضد شانفيل. بازي شوفوا شوفوا الدفاع عم ينطروا ليجي على الزاوية ليصير دبل تيم. ابراهيم شوفوا كل الزوايا عم يجربوا يعملوا دبل تيم، ما بيحط صليبة. درويش يلعب لرودريك، رباي شمعون يلعب باوس باس لرباي، رباي بايده اليمين، رباي بايده اليمين، بايده الشمال،
انا عم بقول لكم في يكون واحد من احسن السنتريه بلبنان فاول. شوفوا الدبل تيم على الزوايا عم يبعتون على الزوايا ويعملوا دبل تيم على الزوايا. درويش ما مصدق انه فاول عليه. هذا هاف كورت بريس. عم بقول لكم انه رباي في يكون احسن سنتر بلبنان، من احسن سنتريه بلبنان اكيد. اذ اكيد اذ بيشتغل على حاله، بيتمرن بيتمرن جدي جدي جدي، لان انا بسمع انه منه كثير جدي بالتمرين. كسبني يا رباي وتمرن وعمول كسر الدنيا، فيك تكسر الدنيا يا رباي. عنده الطابه رباي بيده الشمال هالمره، بيده الشمال، عنده الطول، عنده الشوطه، عنده شمال، عنده يمين. وعبود طلع الفرق لعشرين دغري. وعبود ابراهيم حداد كاتي على على الشطك على البازر تقريبا، كان بعد في ثانيه. البو عبود بحط نقطه 16، هو ورباي اكثر لعيبه حاطين 16 نقطه. رودريك رودريك بولم ما بحطها. بفوت على الباسكت، بلوك شوت من الصليبي على الصليبي، بترجع الطابه مع باتريك لابراهيم حداد. ابراهيم بفوت على الباسكت، بيلعب لبرا لبازي، بازي ما بحطها على البصل. ترجع لعند ابراهيم حداد، فاول على رودريك. اثنين فري ثروز لا ابراهيم حداد. نعيم رباي هيدا اكثر جيم بحط فيه السنه ببطوله لبنان 16 نقطه، قبل كان 14 نقطه ابراهيم نعيم رباي اكثر جيم حاطط فيه كان 14 نقطه، اليوم بحط 16. يعني بيرسونال بيست اذا فينا نقول. اوفنسيف فاول على هايك لنشوف اذا باسكت ان، باسكت ان بقول الحكم. اوفنسيف فاول على هايك وهايك بحط نقطه 16، ثلاث لعيبه عنده 16 نقطه، رباي هايك وباتريك وعبود. باتريك وعبود عنده 8 ريباوندز، شوفوا كيف ناطرينه ليعملوا له على الزاويه دبل تيم على طول بالنص، هو اللي بيكسر هالدبل تيم. عن جديد بفوت على الباسكت، بيلعب لبرا لابراهيم حداد، جيب بيلعب للحداد، بتروح عند رودريك، رودريك بفوت اول ذا واي، بلوك شوت من الحداد. كريم سلام بيلعب باونس باس للحداد، الحداد بحط حلو هالاسيست يا باتريك وعبود، والحداد بحط نقطه 12. عقل شمعون ثلاثه قويه، شمعون بتروح عند جابرييل، جابرييل جابرييل فاول على رودريك. نزل الفرق ل 17. حكام عم يحكوا اذا ان سبورتسمان ولا لا، بدنا نشوفها. بدنا نعيدها اذا بتريدوا. كمان مره بتاع المعروف
كمان مرة. Unsportsmanlike foul. تتصفر. 100% الصفرة. اثنين free throws. لا. جابرييل صليبي والطابة بتضل مع شانفيل. أول free throw in. جابرييل 79 مثل ما قلت لكم 79% عن free throw. بحط اثنين free throws. أربعة من أربعة لجابرييل بهالجيم عن free throws. جيب 8 كيتي ما بحط ابو عبود. هايك هايك بحط نقطتين. هايك 18 نقطة الفرق 17. شوفوا كيف عم ينطرون ليروحوا على الزاوية لا يعملوا الدبل تيم. صليبي حدين صليبي عن جديد صليبي ثلاث نقط كمان ما بحط ريباوند لرباي. نديم هايك يلعب على البوست وهايك بحط كمان نقطتين لهايك. هايك عم بيبعد بيكون سكور الجيم ب 20 نقطة طلع عن الافرج تبعه هايك اللي هو 18.6 بالجيم. جوان باتريك بازي من ثلاثة بازي بحط ثلاث نقط 9 نقط على بازي. ثلاثة من أربعة من ثلاث نقط لا بازي. هايك هايك عم يلعب على البوست كل طابة بيرجع بيجيب الريباوند بلوك شوت من صليبي. 16 الفرق. رباي ما بيحط فاول عمين فاول على ابراهيم حداد. اثنين فري ثروز ثاني فاول على ابراهيم حداد واثنين فري ثروز لنديم سعيد. اول فري ثرو لنديم ان اثنين من اثنين لنديم. نديم بالموسم لهلا واقف 7 مرات على الفري ثرو هلا صاروا 9. تبرم عند الحدين شفتوا بعد البريس هذا اللي عم يعملوا الهاف كورت بيلعبوا زون اوت تيرن اوفر تيرن اوفر العاشر على شانفيل. رودريك شمعون شمعون تبرم عند هاي هاي لعند رودريك رودريك حلوة يا رودريك البول اب. العقل 11 نقطة كمان بس العقل عمل 8 ريباوندز و7 اسيست يعني عم يتوجه للتريبل دبل العقل. كريم سلام كريم سلام بيطلع هوك شوت ما بتفوت الفرق 20. هاي لرباي انا شفتها فاول عم قلكم رودريك عقل عم يتوجه يعمل تريبل دبل عنده 11 نقطة 8 ريباوند 7 اسيست بيكون التريبل دبل تاني السنة ببطولة لبنان الأول كان عامله هايك. صليبي يلعب لسلام سلام سلام حلوة يا سلام حلوة هالموف
كريم سلام اول نقطتين له بالجيم. رودريغ بيقطع الطابه. حداد بترجع للحداد. دقيقه و40 ثانيه لخلص الكورتر الثالث. حداد بيفوت على الباسكت وسله حلوه من الحداد، حلوه كثير السله يا حداد. 14 نقطه لابراهيم. رباي نديم رودريغ شمعون بيلعب لرباي عم تبرم صح لعند هايك. ثلاثة من هايك. شيء جديد؟ ما في شيء جديد. هايك بحط ثلاث نقط. 23 نقطة لهايك. برد عليه ابراهيم ما بحط. الريباوند لهايك. هذا الريباوند الثامن لهايك. رودريغ ثلاثة كمان. رودريغ كمان بحط ثلاث نقط. 14 نقطة لرودريغ. هايك قريب من الدبل دبل ب 20 نقطة و7 ريباوندز. رودريغ عم يقرب من تريبل دبل ب 14 نقطة 8 ريباوندز 7 اسيست. جيب جابرييل لبرا. تون اوفر كمان. تون اوفر جديد. تون اوفر ال 11 على شانفي. اخر اتمت بتصور رح تكون على السلة. بعد فيه 15 ثانية ليخلص الكورتر التالي. الفرق 22 نقطة طلع. رودريغ عم ياخد وقته 10 ثواني 9. رودريغ بيلعب لنديم. نديم من الثلاثة. نديم بحط ثلاث نقط. اخر ثلاث نقط ان لشانفيل. وهيك بيخلص الكورتر التالي 75-50. فرق 25 نقطة. اخر ثلاث نقط ان واحدة من نديم واحدة من رودريغ واحدة من مين؟ من هايك. لكن رودريغ 14 نقطة مثل ما قلنا 8 ريباوند 7 اسيست. هايك 23 نقطة 8 ريباوند. نديم 7 نقط 2 ريباوند 4 اسيست. ب شانفيل عندنا باتريك بوعبود 16 نقطة 8 ريباوند 5 اسيست. عندنا ابراهيم حداد 14 نقطة 4 ريباوند 2 اسيست. عندنا جابرييل صليبة 8 نقط 3 ريباوند 2 اسيست. وبازي ميغيل بازي 9 نقط ريباوند واسيست. عم نشوف قدامنا كوتش احمد فران كوتش بيروت. بذكركم من ايام قليله إلي نصر استلم نادي شانفيل. بنتمنى له التوفيق بشو اسمه. بهالوقت كمان بدي اقول لكم بدنا نعزي خيو لحنا ترنتيك يلي هو احد اعضاء الجهاز الفني الجهاز بفريق بيروت. توفى خيو لحنا ترنتيك. بنقول له العود سلامتك. من ايام اليو ام بي حنا وبواكب الباسكت. اخر كوارتر. رودريغ شمعون. رودريغ عن جديد سكرين لرودريغ رول
ما زبطت للشمعون عن ثلاثة، الشمعون ما بحط ثلاثة. ريباوند للبو عبود، ريباوند التاسع لبو عبود. جابرييل بو عبود بفوت على الباسكت ما بحط، ريباوند عند رباي شمعون. هايك، هايك بفوت على الباسكت هوك شوت ما بحط، بست لبرا تروح عند باسي، وقف وشوت باسي. ابراهيم حداد، ابراهيم حداد بحط نقطتين على الفاست بريك، 16 نقطة لابراهيم. رباي دخلكم، رباي عن جديد. حديد يام عدنا شفناه بالجيم. جيرار هايك ثلاثة صعبة آخر الوقت. إبراهيم الريباوند، الريباوند الخامس لإبراهيم. بازي ثلاثة، لا ما بحط هالمرة بازي. حديديان لعبين 9 دقايق و 13 ثانية بهالجيم. الشمعون ثلاثة، الشمعون بحط أول ثلاث نقط للشمعون بالجيم. غريب 9 دقايق و 13 ثانية لاعبين جرار، قليل كثير بهيدا الجيم. كمان ستيل بتروح عند بو عبود، كمان بينكسها نديم بتروح عند رودريك، بيلعب باس لنديم بياخذ الفاول نديم، 2 فري ثروز لنديم. اثنين فري ثروز لا نديم. برا جابرييل، مانو 70-52. ابراهيم بفوت على الباسكت بيلعب لكريم، تفلت طابة منه. بوش اب اصابع كريم، بوش اب اصابع، كتر بوش اب اصابع، بدنا نقوي اصابع. ايامنا بوش اب اصابع، هلا في 100 تمرينه بالجيمات، بدنا نروح على الجيم ناكل الحديد اكل يا كريم. رودريك بفوت على الباسكت بايده الشمال ما بيحط، اوت عمين، الاوت بتضل مع بيروت. درويش لحاله على ثلاثة، هلا دور الدرويش يحط، هلا دور الدرويش يحط. ثلاث نقط للدرويش، بس خليني اقول لكم قديش طلعت البرسنتج بسرعة بعد هالأربع خمسة الثلاث نقط اللي حطوهم بيروت، صاروا 10 من 26. ثلاث نقط كان قبل البرسنتج كتير عاطل، هلا باخر اربع شوطات اربع من خمسه ورا بعض هلا حاطين، تحسن كتير، كانوا عاطلين كتير، هلا طلعوا تقريبا لل 36% تقريبا. لكن هداف الجيم هايك ب 23 نقطة، 16 نقطة باتريك بو عبود، نعيم رباي، ابراهيم حداد. ريباوندز هايك 9 وباتريك بو عبود 9، يعني باتريك بو عبود وهايك كتير قراب على الدبل دبل. ورودريك عقل كمان عمل بعد هالاسيست هلا، عمل دبل دبل ب 14 نقطة و10 اسيست وعنده 8 ريباوندز، 2 ريباوندز بيعمل تريبل دبل، بيكون تاني تريبل دبل ببطولة لبنان بعد هايك اللي عمل تريبل دبل قبل.
81-52 سبع دقايق ونص. لا لا ما بدك تعطي اياها يا بازي، هيدا اسيست ما بيخلصها، كانت كبسه بتعقد للدرويش لو زبطت. وعبود بفوت على الباسكت بحط وعبود نقطه 18-27 فرق. هايك بين اجريه وبياخد هايك بحط نقطه 25 هايك بحط نقطه 25 29 نقطة الفرق 29 نقطة الفرق. باتريك بجرب يفوت على الباسكت، بفوت بيعمل الهوك شوت، كريم بجيب اوفنسيف ريباوند توصل عند الحداد، الحداد بحط كمان، الحداد نقطة 18 هايك. درويش درويش بفوت على الباسكت ما بحط الدرويش، الريباوند لمين؟ لابو عبود، بصير معه 16 نقطة و10 ريباوند. أبو عبود 18 نقطة، جابرييل 3 ما بيحط. ثلاثة الشمعون، دور الشمعون هلا، الشمعون سادس نقطة، تاني 3 نقط. جابرييل بفوت على الباسكت بايده الشمال بياخد الفاول، 2 فري ثروز لجابرييل. فصح بفوت على الجيم محرباي، اول فري ثرو ما بتفوت. تاني فري ثرو ان، رودريك حلوة السلة، حلوة السلة يا درويش حلوة. بتصور مثل ما توقعنا انه تاني هاف رح يكون اصعب للشانفيل. حلوة اللعبة، حلوة بايده الشمال صليبة واسيست كتير حلو من ابراهيم. خلص بايده الريفرس لاي اب ما بحطها الازح، مع انه كان الباس حلو، الصليبي بيوصل على السله ما بحط. اثنين فري ثروز لجابرييل. خمسة من ستة اليوم على الفري ثرو جابرييل، ستة من سبعة. ستة من ثمانية على الفري ثرو، عشر نقط لجيب، 60-88 رودريك. درويش درويش فوت على الباسكت بيلعب لبرا بتوع عند الازح، فاول فاول على جابرييل، الفاول الثالث على جابرييل. هايك هايك وين الدفاع؟ هايك بحط، هايك بحط، بعده هداف الجيم ب 27 نقطة. هايك
جابرييل لابنو عبود. عنشيد لجابرييل، شوطه جابرييل. بيلعب لابو لحود، بو عبود، بو عبود. ما بيحط الميد رينج. هايك. هايك بيروح اول ذا واي. كمان ما بيحط. بروح عند بازي. جابرييل، هلا بيحط جابرييل نقطتين. الصليبة 14 نقطة. كيتي بعيدة للدرويش، بعيدة الكيتي يا درويش. 17 بقرب على معدله. 18.3 لكيتي الدرويش بالجيم. إبراهيم حداد بياخذ الفاول، 2 فري ثروز لحداد. 3 دقايق ونص ليخلص الجيم. اثنين فري ثروز، اول فري ثرو ان. ثاني فري ثرو كمان ان، كمان ان. عقل بيلعب باس ولا احلى لهايك. بيك ورول وبحط هايك نقطة 29، ورودريك بيعمل اسيست 12. وستيل درويش، درويش بده يكبس، درويش بده يكبس. ايه درويش هيدي على الفاست بريك. تايم اوت لشاوفيل. اثناشر اسيست لرودريك. عقل اكيد فران ارتاح. رودريك عقل هو تاني تاني عنده افريج اسيست بير جيم ببطولة لبنان السنة. الأول علي مسهر بعشرة فاصلة كاتي اسيست، رودريك عقل بستة فاصلة سبعة اسيست. علي مسهر عامل 93 اسيست، صار ببطولة لبنان لهلأ. رودريك عقل عامل 47، بس ليش الفرق هالقد والبرسنتج قريب على والبرسنتج يعني بالجيم، لانه رودريك لعبين جيمات اقل. صليبي بيلعب عن صليبي عن جديد، ما بيحط على التاتي. يجرب اسح يفوت على الباسكت ويحط النقطتين، ياخذ الفاول. 2 فري ثروز للازح. اول فري ثرو ان ازح، اول نقطه له. ثاني فري ثرو كمان ان. جيلسي شوتو. ابراهيم حداد، حداد بفوت على الباسكت وبيحط الحداد. 22 نقطة للحداد. 66-99. Thank you.
حلوة اليورو ستاب بس بلوك شوت. هيدا أنطونيو حبيب. هاي درويش. درويش ستيب باك قوية باينة. أوت على الإزاحة. صليبي. بازي لبرا. هديت ثلاثة ما بيحط. اوفنسيف ريباوند للحود لأبو عبود. بو عبود يا عمي بو عبود. 20 نقطة مع 12 ريباوند لباتريك بو عبود. درويش. درويش عم يبرم بأرضه. هاي أعطي إيه أعطوا الشباب. حبيب. حبيب بيده الشمال بحط. إيه أعطوا الشباب الصغار خليه يحطوا. جابرييل بيلعب بلوك شوت من سيرجيو درويش وأوت. عالم الشيئة. دقيقة وعشر ثواني. 101-68 جيم الثالثة بيطلعوا فيه فوق المية. عم نحكي عن بيروت. اوفنسيف ريباوند بيرجعها بترجع عند كارل ازح. حلوة الاسيست. لعبة باس ولا احلى من درويش لهايك. وهايك بيلعب لازح. ازح بحط نقطة الرابعة. 103-68 الشيئة. بيلعب لبازي. بازي بيلعب. آي صليبي. صليبي شو حلوة. حلوة كتير. حلوة كتير يا صليبي. شوت شوت. عم تبرو. مستيبين. بدك شوت. كتير شوت. فاضل. هايك اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو برا. كمان بتوصل عند هايك بتصور فير بلاي. 174 فرق 34 نقطة. منقول يعطيكم ألف عافية للشامبيل. جيم كتير صعب كان. رح سكين كتير صعب كان مش مسحة. قدروا يضاينوا بأول هاف بأول اثنين كوارترز. بعدين بعدين مثل ما لازم يكون مثل ما لازم يصير صار. هايك شو بدنا نقول. جيم حلو إلكون خاصة إلك. 30 نقطة و12 ريباوند. بس عم تلعبوا ضد فريق منهم كاملين كتير عندهم انجريز وكوفيد وهيك. بس أول هاف كانوا ماشيين معكم. أنتوا كنتوا بركي مرتاحين فايتين على الجيم مرتاحين. تاني هاف شو اسمه وقدرتوا تربحوا. خبرني شوي عن الجيم. ليك وليز كريدتس كثير كبيره لهم لانه الشباب يعني بالاخر بيعرفوا يلعبوا باسكت. ذير ستيل ا جود تيم ايفن دو ما معهم بانش. ست لعيبه. ست لعيبه واثنين روكيز. بس الروكيز كانوا عم بيلعبوا. ثلاثه روكيز. ايه بس اثنين على الملعب. ايه بس الباقي اللعيبه كانوا عم بيعملوا شغل جبار ايفن على الاوفنس وعلى الديفنس.
وما كنا عم نحط شلطاتنا كثير وكنا شوي سيئين على الديفنس تبعنا باول هاف. اول هاف ثاني هاف بس ثاني هاف وانت لعبتوا هاف كورت بريس مزبوط فرقت معكم وفرقت كمان هن كمان تعبوا شوي مزبوط قدرتوا تلعبوا نحن عملنا روتيشن اكبر بلشنا نركض شوي الحمد لله ونحن يعني عم نجرب نلعب لانه مش عم نلعب كثير متوشة ومش عم نلعب كتير بالتمرين كرمال العدد وبتعرف في كم انجريز وكورونا فا ايفن بهيك جيمز مصرين نلعب كرمال يلقط الكيمستري لانه بعد فريقنا مش راكب 100% اوكي دان جيمكم الجاي امتين سبت بعتقد غيروها كذا مرة بس اي ثينك ذا هوبس ذا هوبس اخر جيم هوبس محضرين ولا ما عم تفكروا هلا هلا هيدا الجيم وبعدين بتحكوا بالجيم كل الجمعه كنا عم نحضر لا شامبيون يعطيكم الف عافيه يعطيك العافيه انت كمان جود جيم انه يعطيك العافيه الله يعطيك بس شيلك كان بعد بدك اثنين ريباونز بتعرف ما معي خبر ولا بدك اثنين ريباونز تعمل تريبل دبل ما بأثر مش مهم ايه بس انه كانت حلوه تريبل دبل ما حدا عمل تريبل دبل بالليج السنه الا هايك مره ايه انت عامل 12 اسيست و هات نشوف لك قد ايه نقط لانه وين ايه شيء 14 15 نقطه تقريبا مع 12 اسيست مع 8 ريباوندز كان بدك اثنين يعطيك الف عافيه الله يعافيك هلا جيم ما كان كتير صعب صح نحن صعبنا شوي على حالنا باول هاف كان لازم نستفيد من هن ست لعيبه ونلعب بريس من الاول سبيشلي البونجر تبعهم روكي يعني مزبوط. صغير ما عنده اكسبيرينس ريحناهم لبوب ولجابي كانوا هن عم بيطلعوا الطابه مرتاحين وعم بيلعبوا هن ذا فيري جود بلايرز اصلا يعني بيقدروا يحطوا بوب كتير منيح جابي صح. واليوم عم بيلعبوا مرتاحين ما في صاب ايام اللعيب بيعطي اكثر عارف حاله شو ما عمل ما في صاب مرتاح مزبوط. بالجيم تبعه سو خليناهم يكونوا بجو الجيم ثاني هاف عملنا بريس وقدرنا نخلص الجيم طيب هلا هني عم بيصيروا بمحل بعيد يعني عم بيبعدوا صح انتوا تقريبا امنتوا حالكم بالفاينل فور صرنا ولا الانترانيك بعد عندهم خطوره اجوا محل الشانفيل ولا الشانفيل معقول يرجعوا خبرني الوضع انا رايي الشانفيل امالهم كثير 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 ضعيفه صارت بس الشيء الصعب بهالبطوله انه حيلا انسيدنت البطولة كتير سريعة ما معك وقت تعود يعني يعتبر دينامو خسروا أنترانيك نووي يخسروا لو نورمال مزبوط. أو لو واحد بعد زيادة من الشباب مزبوط. موجود سو ما بتعرف شو بيصير معك بالروتور فريق يصير معه كورونا يصير معه إنجريز ممكن يتأثر كتير وكل الفرق روتيشن تبعهم كتير صغيرة سو عم بيتأثروا من الغيابات نحن علينا نمشي ستيب باي ستيب أكيد شانفيل هينوا على باقي الفرق لانه صاروا بعاد شوي علينا نحترم كل فريق وانترانيك عم يعملوا شغل كتير منيح كانوا ربحوا على الحكمه كانوا ربحوا على الرياضه سو لازم نحترم الكل كم واحد صار عندكم قطع بكوفيد يعني صرتوا بمرحله مرتاحه انه ما راح يقطعوا مره ثانيه ولا عندكم كثير مجالات تاخذوا يعني هذا اللي بدنا نخاف منه صرنا هيك بدنا نحسب معقوله لعيبه بركي بركي عبريك المنتخب بنعمل كلنا كوفيد اعملوا طريقه اعملوا شي بارتي كلها سوا بيروت بارتي وبتروحوا كلكم تاخذوا كوفيد وتخلصوا منه 100% كلها 5 ايام انت اكلتها لا انا بجولاي بشويه قبل يعني هلا الجديد خي انا روح لعنده هلا بالفرصه خلص يلا سلامتكم كلكم ان شاء الله ما حدا بياكل كوفيد سلامة قلبكم كلكم يا رب نحن خليكم معنا على الاس بي اي خليكم عم تحضرونا على الاس بي اي خليكم عم تحضروا بروجرامات الاس بي اي ونحن وياكم بجيم جديد من بطولة من اكس اكس ال بطولة لبنان 2021-2022 رح نلاقيكم عم ننقل كتير جيمات خليكم عم بتتابعونا لتعرفوا اي جيمات رح ننقل اي جيم جديد رح ننقل نحن وياكم عطول باسكت لبنان اس بي اي صوت بيروت انترناشنال كلها سوا باي